علاش البيض في الوصفات ديال التجميل؟ كنعرفوا بانه هو غني بالبروتينات ومهم للصحه ديالنا الاطفال الكبار الصغار، ولكن كيتخاد بالمقياس ديالو، فعلاش في التجميل وخصوصا وصفات الشعر؟ اسمح لي دكتور عماد. ماشي مشكل مرحبا. فالبيض خصنا نعرفوا ان البيض فيه واحد المكونات جميله جدا. علاش كيتستعمل بزاف في الوصفات؟ بعد اولا هو مصدر ديال فيتامين او، مصدر ديال فيتامين ا، مصدر ديال فيتامين بي 12، مهمه جدا للانسجه ديال الخلايا. ولا هضرنا على انسجه الخلايا كنهضروا على البشره ديال الوجه، وكنهضروا كذلك على فروه الراس حتى هي. هذا من جهه. من جهه اخرى البيض فيه واحد الماده كتسمى الليزوزيم. هذه الماده هذه هي ماده كتعاون وكتسهل اي ماده طبيعيه بغينا نديروها للبشره ديالنا. وهذه الماده في حد ذاتها شنو كدير؟ كدير لنا واحد رفع ديال المرونه ديال البشره ديالنا، يعني كتعطي بحال داك لي ليفتينغ ولكن بطريقه طبيعيه، يعني كتولي عندنا واحد المرونه في البشره ديالنا. وما نساوش ان البيض غني بالفيتامين ك، فيتامين ك اللي هو اللي كيحسن الدوره الدمويه، اللي كيعاون البشره ديالنا باش كتستافد من المكونات اللي كتكون فيها، وكذلك كيعاون البشره ديالنا باش كترجع النضاره. كما قلنا ملي كنهضروا على البشره كنهضروا اكيد على فروه الراس اللي هي كتعتبر فيها خلايا وفيها كولاجين، فيها مواد اللي خصها تكون مغذيه، لان كل ما كانت عندنا الفروه ديال الراس ديالنا اللي هي التربه مازال كناكد اللي كينوض فيها الشعر، اي اللي كتنوض فيها الشجره اللي هي الشعر، كل ما كانت غنيه بالمواد الطبيعيه وكل ما كانت غنيه بالمواد المغذيه كتعطينا شعره قويه متماسكه ومحافظه على اللمعان ديالها وعلى اللون ديالها. طيب دكتور عماد، والوصفات اللي كاينه ديال البيض هي كثيره جدا أكيد. ومتنوعه جدا. والاغلبيه ديالها كنستعملوا فيها اصفر البيض. انا هذه المساله هذه ديال غير اصفر البيض مثلا ولا ابيض البيض، غير حنا شنو الطريقه كيفاش بغينا نستعملوا؟ علاش الا خلينا ابيض البيض بوحدو فهنا كنكونوا كنهضروا على ليلاستيسيتي المرونه، لان داك ليزوزيم اللي هضرت عليه كيتواجد بالابيض ديال البيض وكيجبد لينا البشره ديالنا. اذا هنا كنخدموا في وصفات اكثر مضاده للتجاعيد، مضاده للمسام المتسعه، وكذلك وصفات الشبابيه باش كنرجعوا النضاره ديال البشره ديالنا. كنمشيو للاصفر ديال البيض. الاصفر ديال البيض بوحدو هذاك غني بالمواد المغذيه، البروتين، فيتامين او، فيتامين ك اللي هضرنا عليهم، فيتامين دي، ومواد اخرى اللي كتكون مغذيه للبشره. اذا هنا الا بغينا نصايبوا فيه ماسك مغذي، يعني اللي كيغذي لنا البشره ديالنا وكتستافد منه وكيرجع لها داك السر ديالها وداك النضاره ديالها. خلطناهم بجوج بهم فهنا كنكونوا كنخدموا نص نص، اذا كنحافظوا على المرونه وكنغذيو البشره ديالنا. والاصفر البيض اكثر يستعمل، انا كنوظفو كثير في البشرات اللي كتكون ناشفه، اللي كيكون فيها واحد النشوفيه، اللي كتكون فيها واحد القشور كتقشر، كتكون شويه فيها واحد كما كنقولوا حنا متضرره شويه، فهنا كنستعملوا صفر البيض كيعطينا فائده اكثر. واليوم مع دكتور عماد في نهايه الحلقه عندنا جوج الوصفات، وصفه للبيض للشعر وصفه للبشره. هذا اكيد. طيب دكتور عماد، الاخوات كيسولوا على البيض البلدي او البيض الرومي في الاستعمالات، يعني الوصفات ديال التجميل، شنو تقول لهم دكتور عماد؟ فشكون اللي احسن، الدجاج البلدي ولا الدجاج الرومي؟ هو البلدي لكن بلدي حقيقي. حقيقي فوالا. هو شوف، هو كنمشيو من البلدي ولكن نمشيو الرومي الا ما عندناش البلدي، حيت ما يمكنش ما نتهلاوش في راسنا. ف غير البلدي مركز اكثر، مركز في المواد الغذائيه مركزه اكثر. اما البيض الرومي كذلك حتى هي فيها فوائد وحتى فيها منافع، وحتى هي اللي درناها للبشره ديالنا كتعطينا فائده. طيب شنو من الاخطاء اللي كنرتكبوها في استعمالات البيض فيما يخص التجميل؟ البيض مثلا كنخليوه اكثر من الوقت ديالو، هو البيض ما نفوتوش فيه ربع ساعه ملي كتنفقسوها. اكيد ما نفوتوش فيه ربع ساعه، حتى على الوجه، حتى الا درنا ماسك على الوجه ما نفوتوش فيه ربع ساعه، لان باش ما نضروش البشره ديالنا. البيض كذلك ما كيتخلطش مع زيوت اساسيه، مع لي زويل اسونسييل، لان كيخسروا من الفائده من الجوده ديالو، وكيعطيونا مركبات سامه اللي يمكن ياثروا لنا على البشره ويعطيوها حساسيه مفرطه. البيض كذلك ما كنستعملوش مع واحد الماده اللي بزاف ديال الناس كيستعملوها، اللي هي القهوه سريعه الذوبان. كنسولك عليها لانه هي وصفه لتلوين الشعر. لا الوجه هذه مشكله، تيديروا على الوجه. القهوه سريعه الذوبان والحلبه، فهادو جوج ديال المواد اللي خطيرين
على البشره ديالنا كتحرقها. يعني الا خلطناهم كيعطي واحد الكلف ما عمرك شتي بحالو في ذاك اللون ديالو. كاين كثير من الاخوات اللي داروها وخرج لهم واحد الكلف اللي خطير. خطير جدا. لان حتى العمليات التجميليه غادي خصهم واحد الحساس كبار باش يمكن لهم يتخلصوا منه. لانه ملي كتكلم على القهوه سريعه الذوبان والبيض كيستعملوها السيدات بزاف يعني الشعر تلوين الشعر. تلوين الشعر. ماشي مشكل. هو الخلطه ملي كيكون فيها قهوه سريعه الذوبان والحلبه ولا الحلبه بوحدها. علاش انا زدت قهوه سريعه الذوبان؟ لان بزاف ديال الاخوات كيديروا هذا الماسك هذا. بزاف. يعني شائع جدا. يعني دابا الشعر ماشي مشكل. ماشي مشكل. طيب الوجه نتفاداوها نهائيا. اكيد. طيب دكتور عماد غادي نمشيو نفتحوا الخط الاسئله للمستمعات والمستمعين ديالنا مباشره. اذكر برقمنا 05 22 77 24 24 اولا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك لكل اسره. ام ايوب كتقول لي صباح الخير اختي لمية عافاك، بغيتك تسولي لي الدكتور عماد على الدبغ. الدباغ مادة سامة. ها هكذا قالت لك اسيدي واش مزيانة لتقوية الشعر وكيفاش نديروها؟ الدباغ كتدخل مع المسام كتمشي لنا الدورة الدموية ديال الدباغ ديالنا وكتأثر عليها. الدباغ ليس بمادة طبيعية فهو مادة كيميائية اللي خصنا نتفاداوها. طيب السؤال ديال مريم كتقول لك كنعاني من الرؤوس السوداء في الأنف بزاف، مشكلة اللي عقدتني وبغيت لها شي حل. أكيد غنعطي وصفة، الوصفة اللي غادي نعطي ديال البيض غادي يصلح لها يعني قولي لمريم خليك معنا لنهاية الحلقة. أكيد. وغادي تاخذي الوصفة اللي أنت محتاجاها للتخلص من يعني النقط السوداء في أكيد. البشرة. طيب عندنا سؤال ديال السؤال ديال الأخت اللي كتسول على وصفة ديال الرز مطحون مع الحمص مطحون مع أصفر بيضة للوجه. نعم، فالرز غنديروا الرز نسلقوه نص سلقة ونطحنوه ونخلطوا ناخذوا منه معلقة كبيرة جوج معالق كبار من ذاك الماء اللي تسلق فيه وعاد نديروا معاه بيضة كاملة ولا داعي لاستعمال الحمص لأن غادي يعطينا حساسية في البشرة. طيب غادي ناخذوا نعيمة من العيون. السلام عليكم. السلام عليكم. نعيمة لاباس؟ سعيد. الله يبارك فيك. أنا متتبعة ديالكم وفاخرة بزاف اللي قبض لي الخط. مرحبا لالا، أهلا وسهلا بك. نفسك بشوية. لا لا خذي راحتك بشوية عليك. بغيت نسول الدكتور عماد عافاك. تفضلي. على زيت اللوز الحلو. أييه. هذه ما كنت كندهن بها وشويه خرج لي حبوب من وجهي. واخا منين خديتي زيت اللوز الحلو؟ المور ماكياج. احنا قلنا زيت اللوز الحلو الا بغينا نتاكدوا من الجوده ديالها فين غناخذوها؟ فارماسيان. الصيدليات ولا شي بالصيدليات الا ما كناش، ماشي احنا كنقولوا احنا كاع الناس. واصلا الزيوت انا افضل ان الانسان ياخذها من محلات يعني معشابات موثقه، يعني كاينين معشابات كاينين الناس عشابه اللي عندهم الضمير المهني ولا كيديروا زيوت في المستوى، كاينين تعاونيات كذلك، فانا كنشجع اننا نمشيو للتعاونيات وناخذوا الزيوت مع التعاونيات لان التعاونيات كذلك كتكون مراقبه من طرف الوزاره الوصيه عليهم وكتكون كيكون عندهم يعني ادوات باش كيعصروا وكيصايبوا هذه الامور هذه. وتبارك الله خاصه التعاونيات النسويه اللي تبارك الله في المستوى وكيديروا داك الشيء على حق وطريقه باش نتفاداو هذه المشاكل هذه. لان انا نقول لكم كاينين زيوت اللي كتجي كتخاد الزيت ديال البارافين اللي كتكون من ارخص الزيوت وكيدار فيها غير البارفان كيدار فيها غير الريحه ديال زيت اللوز الحلو. واخا نسولك بشحال خديتي هذا الزيت هذه؟ راه لي هو اللي جابها ولكن فيها حتى ريحه شميتها انا فيها وسميتو فيه الزيت اللوز الحلو لوبانيا ولا مكتوبه فيها لوبانيا ولا بحال هكا. لا داعي لديك الاسماء ديال الماركات من الاحسن ولكن كما قلت لك اختي باش تتفادى هذا المشكل حيت ما يمكنش. شوف غير عرفتي علاش انا قلت لك هذه الكلمه؟ راه ماشي لحقاش خديتها مع دمو المكياج، لحقاش قلتي لي درتي زيت اللوز الحلو دارت لك الحبوب، حيت زيت اللوز الحلو كندهنوها للتربيه، شي الوليد ولا البنيته يلاه تزاد كندهنوني زيت اللوز الحلو الراس ولا اللحيمه ديالو ما كاينش مشكل، ما عندهاش شي تاثير وما عندهاش شي اعراض جانبيه، فهذه اختي راه ماشي زيت اللوز الحلو اللي هي حقيقيه. اذا باش تفادي هذا المشكل هذا حاولي انك تاخذي زيت لافوكا، الا ما كانش شي معشابه اللي كتثقي فيها خذيها من الصيدليه وشي بالصيدليه وبداي تدهنيها على البشره ديالك صافي. على حسب الهالات السوداء. لا بغيتي ولكن دابا تقشطر لك الوجه ناض لك الحبوب في الوجه، اذا خصنا نحيدوا لك الحبوب. بدا كينوض لي الحبوب من وجهي. فحيدي الحبوب بعدا من الوجه ديالك ياك؟ استعملي الصابون اللي جاري، صابون ليكيد، صابون جاري ما تستعمليش الصابون اللي كيكون قاصح، هو باش تغسلي البشره ديالك. وبالنسبه لتحت العين ديالك فخذي زيت شجره الشاي بوحدها
ديد هنا تحت العين، ولكن ماشي الروح، راه كاينه الروح. الا عطاوك الروح يعني الويلي سونسيير، غدير 10 النقيطات ديال الروح وتخلطيها مع معلقه كبيره ديال زيت لافوكا اللي غادي تشري. صافي اختي، يلا نعيمه، شكرا لك. غنمشيو مع فاصل موسيقي ونرجعوا، فاصل اشهاري من بعده موسيقي ونرجع نواصلوا. خليكم على اصوات. شكرا على اختياركم لراديو اصوات، دائما مواصلين معكم لقاء مباشره 0522 77 24 24 باش تواصلوا معنا وطرحوا علينا الاسئله ديالكم. ورفقات الدكتور عماد ميزاب، اهلا وسهلا بالجميع ايضا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك لكل اسره، فمرحبا بكم دائما على راديو اصوات. غادي نمشيو ناخذوا السؤال ديال أم خديجة اللي كتقول لي السلام عليكم، بغيت نسول دكتور عماد على واحد الوصفة اللي فيها الحبة السوداء وأصفر بيضة والخرقوم والحليب، واش مزيانة هاد الوصفة للوجه وشكرا. أصفر بيضة الخرقوم والحليب ماشي مشكل، والحبة السوداء. الحبة السوداء ما تكونش شانوج، ولكن لا أرى زعما العلاقة خصها ضروري خصها يكون فيها، وهنا خصها تكون تسخين باش يمكن نستافدوا من المكونات ديال الحبه السوداء. واخا نعطيوها لها بطريقه علميه، غتاخذ معلقه صغيره ديال الحبه السوداء مطحونه ومغربله، ماشي الشانوج، غتزيد عليه صفر بيضه ياك، وغتزيد عليهم نص كاس صغير ديال الحليب ياك، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم، وتخلط هاد المكونات، ديرهم في حمام مريم ثلث ساعه حتى يسخنوا، ومن بعد تخلوهم في واحد القريعه اللي ما كتدخلش اشعه الشمس، وتحطها في الثلاجه. غتولي تاخذ هذا المحلول تمسح به البشره ديالها، تخليها نص ساعه وتغسله في الليل. غديرها ثلاثه المرات في الاسبوع، وعنده اسبوع هذاك المحلول يعني تخليه، ولكن ترجعوا للثلاجه. الا خلاته ما رجعتوش للثلاجه صافي تلوحوا، لان تستعملوا وترجعوا للثلاجه، وهذاك المحلول غادي يبقى لنا سيمانه محافظ على راسه. طيب دكتور عماد، اتصلت بي واحد الاخت هذا الاسبوع في البرنامج في الحلقه ديال نهار الثلاث، وعطاتنا واحد الوصفه ديال القمل هي كديرها لبنتها، وكنشكر الاخت عائشه اللي قالت لي عافاك سولي الدكتور عماد واش الوصفه اللي عطاتنا هذيك الاخت نهار الثلاث القمل واش صحيحه ولا لا. هذه الوصفه قالت لك كنغسل لبنتي شعرها مزيان، من بعد ما كنغسل لبنتي شعرها مزيان كندير ليها داك البلسم ديال الشعر، كنشلل وكندير ليها الخل في الشعر ديالها، وكنجمع ليها بفوطه. قالت لك وما تيبقاش وداك الخل كتخليه في الشعر، وما تيبقاش القمل. هي جرباتها مع وليداتها وعطات النتيجه، وانا كنت قلت لها غادي نتاكدوا من عند دكتور عماد. النتيجه كاينه، هي غادي تقتل القمل، وكان كتقتل حتى الفروض الراس ديال الوليد ديال هكذا. وهنا كنهضروا على الخل، غنهضروا على خل التفاح الطبيعي، ما نهضروش على الخل العادي. ولكن ملي كنحكوا على الفروض الراس وكنديروا على الراس ديالنا او على الشعر ديالنا، كنخليوه ساعتين فقط وكنغسلوه. هذا الخل، الخل طبيعي، الخل طبيعي، ما الخل نهائيا ممنوع نديروا على الفروه ديال الراس. الخل طبيعي شنو؟ ديال التفاح. ديال التفاح. التفاح كاين مناطق ديال الرشيديه ويعني ووارزازات كيديروا خل ديال التمر. التمر حتى هو ماشي مشكل. كاين مناطق ديال ايج بعمران وسوس كيديروا الخل ديال الكرموس. يعني الخل الطبيعي اللي متوفر، ماشي الخل لا الصناعي هذاك راه كارثه. كيف ما قلتي غيقتل القمل وغيقتل لنا حتى الفرد، يقدر يخنقها، يقدر يخنق البنيته ولا الوليد، يقدر يدير لهم حساسيه في العينين، يقدر يدير لهم حساسيه في الجلد ديالهم. فهمتي؟ فهمتك دكتور عماد. اذا نردوا البال بواضح الامور، وانا كنت قلت بانني غادي نسولك دكتور عماد، وكنشكر الاخت عائشه اللي فكرتني في السؤال. ناخذ خديجه من اكادير، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اش اخبارك خديجة؟ لاباس؟ بخير اختي، بخير الحمد لله. خديجة شكرا. دكتور عماد بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم مرحبا. الله يحفظك اختي ويبارك الله فيك. نعم اختي. غير بغيت نسولك، كان خديت واحد سميتو كان كيبرني راسي، وقالت لي واحد السيدة دايرة ديك الكوزة الصحراوية. الله الله، شربتيها ولا اش درتي بها؟ قولي لي. ودخلت شعري. الله الله، وانت طاح لي الشعر، طاح لي السران، دار لي حساسية في الجميل. ما دختيش، ما جاتكش واحد الدوخة، ما طاحت لكش الطونسيون. والمهم يديا ركدوا عليا، ما تيستغربش. لا اله الا الله، لا اله الا الله. هو هذاك الشيء، انا داك الشيء اللي كنتسنى فيك انك غادي تقولي لي، لانني عرفت شنو الا درتي الكوزة. ودابا راه 15 عام وباقي مأثر عليا داك الشيء، باقي لي ناض ليا الكلف في لحمي. واخا قولي لي الحساسية في لحمي. واخا، حيت بزاف ديال الإخوان والأخوات كيتسنطوا لينا، باغيين نستافدوا بعدا من هذه الوصفة، لأن شحال مادام أنتي درتيها راه بزاف ديال الأخوات والإخوان اللي غادي يقدروا يكونوا داروا هذه الوصفة. كيفاش قالوا لك ديري هذه الوصفة هذه؟
لازك ديرها مع زيت العود وتشقي بها شعرك. وجباتي وخليتها قالت لي وتخليها حتى الغد عاد تمشي للحمام. ملي مشيت للحمام دابا الشعر ديالي بحال شديتي شي بطانه ديال الصوفون السلتيه طاح كامل. وانا بس بعدا عرفتي لا بس اللي عرفتي الطريق ديال الحمام فين كاينه بعدا. انت شنو جبات بالكوزه في الراس ديالك؟ لا 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 شوف هنا بعدا شوف شي واخا دابا انت تاثرتي ولكن كوني على يقين بان بزاف ديال الاخوات والاخوان غادي غنديو معاهم الاجر هذا النهار هذا. بعدا اولا اول حاجه انت كتزيدي تاكدي لينا بان اي حاجه كنوضعوها على الجلده ديال الشعر ديالنا كتدخل لينا للداس ديالنا. والله الدكتور عماد الى دابا الشعر ديالي بقى طلع عليا طاحوا لي الشفره الحجبان كل شيء التاس ودابا اللحم ديالي دراوي وكل شيء فيهم الكلف دابا ما بقاش هو كيطيبوا لي دابا ما كنقدرش نحك حتى بالكيس في الحمام وكتجيني واحد الصهده ما عرفتش واش من داك الشيء ولا ما عرفتش طلع عليا دابا لا غير هو غير هو مورا داك الشيء مباشره جاك هذا الشيء بقى يجيني داك الشيء. لا شوف شوف هذا هو المشكل دابا انت اش وقع لك باش هنا كما قلت لك نزيدو ناكدو ان هذه المواد دخلت لك من الجلده ديال الشعر داك المسام عندنا واحد التقيبات في جلده الشعر ديالنا دخلوا المواد مشاو لينا الدوره الدمويه اثروا لك على الدماغ ديالك وعلى الجلده ديال الشعر مشاو عاوتاني مع الدوره الدمويه عطاوك واحد الحساسيه. علاش؟ لانك دخلتي واحد الكميه كبيره ديال هذه الكوزه هذه للداس ديالك فهمتي. اذا دابا ماشي مشكل ما طرا بس غادي نحلوا هذا المشكل هذا وغتسمح لي دويتي على هذاك سميتو ماشي على الدباغ. اييه قالت لي واحد السيده راه مزيان المعده وشربته عرفتي ورقد عليا دراوي بحال جمد. خديجه واش خلي قال لك شي حاجه كديري واختي خديجه والله الا شوفي اش غادي نقول لك والله الا قلبي معاك بعدا راه واش انتيا دابا غيقولوا لي واش انتيا دابا فيك التجارب يعني واحد المعمل ديال التجارب اللي جا دابا بغى يجرب شي حاجه نعيطوا لخديجه نشوفوا هاد الشربه ونشوفوا شنو غادي يدير فيها. قالت ديري مع اللبن وانا قلت يمكن واللبن من الفوق. يا سلام يا سلام. لا 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 شوف ها العرا خديجه لا ما تبقاي تهضري مع حتى واحد صافي عيطي غير لخوك عيطي لخوك عماد وصافي ما تسولي حتى واحد. والله الا ديما كنبغي نعيط انا بغيت غير نعرف خديجه ملي كتجي عندك شي وحده وكتقول لك هادشي راسك اش كيقول لك انت عقلك واش ما تيكونش خدام ديك الساعه؟ لا مسكينه نيا دابا كتيق كلشي. ولا كديري الصواب ولا كديري الصواب ياك؟ لا 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 هادشي نهائيا ما فيهش الصواب وانا ديك المساله بغيت نسطر عليها بسطر احمر لانه شوف احنا هادشي عندنا في العائلات ديالنا وفي الاسر ديالنا كنجربوا وصفه كنعطيوها لبعضياتنا ولا غير ديري لنا منفعتك راه ما غتضركش لا وحنا كنا كنديروها لاولادنا وحنا باش كبرنا عافاكم نحيدوا هالثقافه الله يرحم بها الوالدين الله يرحم بها الوالدين. اليوم اللي ضراتو شي حاجه حتى ما قدرش يمشي للطبيب ولا كان اللي بعيد عليه راه كاينين لي فارماسي نمشيو نسولو الفارماسي ناخذوا شي حاجه اللي غادا تهدئنا بيد ما يجي الوقت نمشيو عند الطبيب نهزوا التليفون ونسولو. حنا اليوم في اصوات هادشي علاش معنا الدكتور عماد باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد المواد الطبيعيه. فخديجه الله يرضي عليك كنتمنى انه الحمد لله بانه هادشي داز طريف واخا تاثر على الصحه ديالك ولكن الحمد لله ما وقعت لك شي حاجه اللي خطيره ولو انه هادشي اللي وقع لك راه ماشي ساهل. فالله يرضي عليك خديجه هذه رساله ليك والاخوات بركه ما نبقاو نعطيو الوصفات ونسمعوا ارا جده كانت كديرها راه حنا باش كبرنا راه جاتي دابا حماتو العجوزه دابا مثلا كاين واحد اللي خصو يدير خاطر حماتو وواحد اللي خصو يدير خاطر ولا واحد خصها تدير خاطر العجوز علاش باش ما تقلقش ولكن كاين امور علميه امور. طيب شنو نديروا باش نساعدوا خاطر فهنا بعدا غادي نحاولوا نعطيوها واحد ديتوكس نعطيوها واحد مضاد السموم خصنا نخرجوا دوك السموم اللي عندها في الداس ديالها. هذه ليها ولجميع الاخوات والاخوان اللي عندهم امور خداو شي امور كيميائيه ولا خداو شي سموم ولا حسوا براسهم ان دات فيها السموم. الوصفه ديالنا غناخذوا فيها عرق ديال الخرقوم بلدي ما يكونش مطحون عرق متوسط غناخذوا فيها قشره ديال ليمونه قشره ديال البرتقاله وغناخذوا معلقه كبيره ديال النافع. اذا نعاود معلقه كبيره ديال النافع خرقومه بلديه ما مطحوناش قشره ديال البرتقاله متوسطه كنقشروا ديك الليمونه كناكلوها وكنخليو القشره ديالها هي اللي كنلوحوا في هذه الوصفه. كنخويو عليها نص سيترو ديال الماء مغلي طالق السبوله ديالو كنغطيوها كنخليوها حتى كتبرد وكنخشيوها في الثلاجه كنخليوها ليله. كنصفيو هذه الوصفه كنوليو كناخذوا كاس صغير من هذه الوصفه في الصباح على الريق وكنداوموا عليه. هذا من جهه. من جهه اخرى بالنسبه للمشكل ان الشعر ولا 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 حرش ويعني وتكمش وتاثر خصنا نعاودوا نحيوا هذا الشعر هذا
الوصفه اللي غنعطي ان شاء الله ديال البيض غادي ناخذوها حجه وزياره اننا غنعطي وصفه مغذيه ومرممه للشعر ومقويه للشعر. غادي ناخذوها في نهايه الحلقه. غنمشيو ناخذوا دابا السؤال ديال رشيده. اهلا وسهلا معنا من الدار البيضاء. السلام عليكم. اش اخبارك رشيده؟ لاباس لاباس. عيد ميلاد سعيد للاصوات ان شاء الله بالعافيه وحسن البال وطول العمر. شكرا رشيده على يخطيك. تفضلي شنو سؤالك؟ بغيت نسول الدكتور عماد الله يجازيك بالخير. بنتي كانوا كو ولابو صغير بحال داروا لها نبيل وتحرق ليها ودابا بقى لي داك لاطراس الزرق باش نشوف شي حاجه اللي تعاوني معاها. كولي ابو صفير وقول لي كي ولا ابو صفير داروا لها بحال نبيل غرو بحال مصوب شي مصاصه وتنبلت الجلده. كيفاش دار؟ بغينا نعرفوا الطريقه ديال الكي كيفاش كوالي هذا. غر ليها حط لها واحد العيبه بحال بحال تقمص الزر ونبل ليها ونبل ليها. هذه شكون هذه؟ واش الاخت ديالك اللي وقع البنيته ديال هذا الشيء ولا انت؟ بنتي بنتي عندها 18 عام. هذه وهذه 18 عام هي فاش وقع لها هذا المشكل ولا منين كانت صغيره؟ هي ماشي شهرين دابا كامله كاع. واخا اختي شكون اللي قال لكم تكويو ليها باش يحيد هذا البوصفير؟ حيت بنتي بوصفير قال لي كويو ليها زعما جربنا نكويو ليها باش تحيد البوصفير ولكن نبل ليها في الشيء. شوف عندك عندك عبين الاولانيين ديال الايد. شوف الكي بالنار يعني الانسان يكوي راسه بالنار فهذا من الحوايج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عليها. لان قال لك حرمت النار على امتي. لان النار الرسول صلى الله عليه وسلم منعنا اننا نكويو الداس ديالنا. اذا هذا من جهه. من جهه اخرى شوف انا واسمعيني باش نشرح لك باش تفهمي اختي ياك. لا مرحبا مرحبا غير باش انت ترتاحي والبنيته. وبغينا انا بغيت الاخوات وبغيت الاخوان اللي كيسمعوا لينا نستافدوا اليوم من هذه القضيه ديال الكي وخاصه بوصفير. بوصفير هو فيروس اللي كيمشي للكبده وكي اتاكي الكبده ديالنا. اتفقنا بان الفيروسات ليس لهم علاج سوى شنو؟ المناعه ديال الداس ديالنا. المناعه الداس ديالنا هي اللي كتقضي عليهم وكتاخذ وقت. هذا من جهه. من جهه اخرى كاينين ادويه اللي خرجات اللي كتقضي على الفيروسات. اذا جوج ديال الحوايج الا ما داروش ما يمكنش هذاك الفيروس يحيد من الكبده. غنشد حديده ولا نشد قطيب ولا نشد عود الند ولا نشد ما عرفتش سيف ولا نشد شي حاجه ونحرقها ونديرها في اللحم نكوي بها ليس لها علاقه مع الفيروس. الفيروس راه كاين في الكبده لداخل مخبي وداير عليه واحد الغلاف وتا واحد ما كيقيسو الا قلنا المناعه اللي كتجي كتحيد عليه داك الغلاف وكتقتلو ولا الدواء اللي تا هو كيذوب داك الغلاف اللي كيكون داير به وكيقتلو. اذا هادو هما جوج حوايج. فالله يجازيكم بخير. حنا في 2020 حنا المغرب غادي في واحد الطريق في واحد التنميه اللي هي جديده في واحد التطور جديد. فنحاولوا نحيدوا من بالنا هاد الافكار الرجعيه ونحاولوا نديروا واحد الثقافه اللي ما نخليوش ناس اخرى تبدا تضحك علينا. لان الناس اخرى ملي كتشوف هاد الشيء وكتسمع به في بلادنا واللي حنا تبارك الله واحد البلد متقدم فاقسم بالله حتى كتبدا كتضحك علينا. وخاصه كنهضر انا كاختصاصي في هذا المجال كنهضروا على الناس اختصاصيين في هذا المجال ملي كيشوفوا هذه المساله هذه. اذا البنيته شوفي لا باقي فيها بعدا بوصفير تمشي بعدا تشوف الطبيب تشوف المشكل فين هو ياك. هذه من جهه اختي. بالنسبه لدوك لي طراس باش راه بنيته ديال 18 عام راه ما تحملش تشوف دوك لي طراس في الداس ديالها. انا ما حملتش نشوفهم. ها انت واسمعين احنا غادي نحيدوهم ان شاء الله. غتاخذي معلقه صغيره ديال غذاء ملكه النحل وثلاثه د المعالق كبار ديال العسل الحر. واخا يكون ديال الليمون ماشي مشكل. معلقه صغيره ديال غذاء ملكه النحل غبره غبره ولا جاري ولا جاريه ماشي مشكل. ما عندناش مشكل. وغديري ثلاثه د المعالق كبار ديال العسل الحر وزيدي فوق منهم واحد المعلقه صغيره ديال زيت الصوجة. زيت الصوجة اييه. خلطي هذا الشيء كامل مزيان حتى يتخلط لك وغادي تمشي لدوك البلايصات اللي عندها فيها دوك الحرقات البنيته. ديري شويه من هذه الخلطه ودير واحد المساج ديال خمسه ديال الدقائق حتى 10 وتبات به وفي الصباح تغسلو يوميا بصابون عادي. تغسلو ماشي مشكل بصابون عادي ويوميا يوميا يوميا هذه العمليه هذه ان شاء الله بالليل تيتحيد الاثار وغادي يكون الخير ان شاء الله. طيب شكرا لك دكتور عماد. غادي نمشيو مع فاصل موسيقي ونرجع. شكرا على اختياركم لراديو اصوات مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا بكم معنا برنامجكم لي كل اسره ودائما رفقه الدكتور عماد ميزاب. طيب دكتور عماد الاخوات اللي كيسولوا على وصفه اللي من مكوناتها الاساسيه البيض لتجميل البشره ولي يعني تجديد البشره المتضرره. فنعطي وصفه سهله وبسيطه. غادي ناخذ معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو اكيد يكون طبيعي 100%.
معلقه صغيره وبيضه كامله كنخلطوها معاه بالصفر ديالها والبيض ديالها وكنديروه ماسك على البشره ديالنا، كنخليوه ربع ساعه فقط وكنمسحوه بالماء دافي، ومن بعد كنصلوا للوجه ديالنا وغادي يعطينا ان شاء الله نظره جميله للبشره ديالنا. وبالنسبه للشعر، الشعر غادي نديروا واحد الماسك، نديروا ماسك برازيلي. ماسك برازيلي اكيد، فغادي ناخذوا فيه بيضه، ناخذوا فيه نص بنانه ياك، اذا قيدوا مزيان، هذا جميل جدا، بيضه ونص بنانه وثلاثه ديال المعالق كبار ديال الحليب دافي. بيضه نص بنانة، ثلاثة المعالق كبار ديال الحليب دافي. كنخلطوا هاد المكونات كاملة، كنمعسوا داك البنان مزيان في واحد، تكون طيبة البنانة؟ لا ماشي ضروري، ماشي مشكل. نحكوها كاع، نقدروا نحكوها باش نسهلوا العملية، نحكوها نلوحوا عليها، نفكسوا عليها ديك البيضة، نديروا عليها ديك ثلاثة المعالق كبار ديال الحليب دافي، كنخلطوا هاد الخليط مزيان، كنخلطوه حتى بواحد الفرشيطة والفوخشات كتخلط مزيان حتى كنحصلوا على خليط متجانس، وكنديروه ماسك على الشعر ديالنا، كندهنوا به بعدا في الأول جلد هاد شعرنا، كندهنوا فيه الشعر ديالنا مزيان حتى كيتغدى مزيان بهذا الماسك، كنلويو الشعر كنشدوه بواحد المقبط، لا داعي اننا ندرقوه او نغطيوه، ما عدا الضروره الا كنا غادي نمشيو للحمام يتغطى ماشي مشكل، وهذا الماسك كنخليوه ساعه وكنغسلوه، كيعطي فائده جميله للشعر ديالنا. شنو هاد الفائده؟ يعني كيرطب الشعر، مغذي، مرطب، مقوي، وكذلك كيرجع لنا المرونه ديال البشره ديالنا، فهم يستعملوه. انا كنصح الاخوات وحتى الرجال حتى الاخوان حتى هما يمكن لهم يستعملوا هذا جوج المرات في الاسبوع ويتبعوا عليه واحد المده ديال 3 شهور، فراه في الشهر الاول غتولي كتبان النتيجه. اذا قلنا بيضه كامله، نصف موزه وثلاثه المعالق كبار ديال الحليب دافي. اكيد حليب دافي، كنخلطوا هذا الخليط كامل وكنديروه للشعر ديالنا. وصفه سهلة.